يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة في جماعة خير من صلاة الفذ 27 درجة. الصلاة في جماعة خير من صلاة الفذ 27 درجة. المؤمن حريص دائما على استباق الخيرات وعلى علو الدرجات وعلى المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يختار لنفسه أفضل الأعمال. وطبعا من سنة الله سبحانه وتعالى أن الأمور ليست كلها سواسية، حتى الخيرات ليست كلها سواسية، هنالك أفضل خير أفضل من خير وهكذا. فصلاة الإنسان منفردا هنالك صلاة أعظم منها، أعظم منها 27 درجة. يعني من يصلي الصلاة في جماعة ينال من الثواب ومن الأجر ومن البركة ومن الإحسان من عند الله سبحانه وتعالى ما يربو على من صلى بنفسه منفردا 27 درجة. والدرجات عند الله سبحانه وتعالى هي درجات عظيمة، الدرجة الواحدة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الإنسان يصلي صلاته في جماعة وينال بها 27 درجة. طبعا صلاة الجماعة هي شعار للمؤمنين، فيها يجتمعون، فيها ينتظمون، فيها يتعاضدون ويتكاتفون ويذكرون الله سبحانه وتعالى معا. تجمعهم هذه الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى التي قال عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لم يذكر الإنسان منفردا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله سبحانه وتعالى عندما ابتلانا أي اختبرنا ليرى أينا أحسن عملا، في هناك حسن وفيه أحسن، فالصلاة في جماعة أحسن وأفضل وأعلى. ومن ناحية أخرى نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما في كثير من الآيات القرآنية يذكر الجماعة. يعني مثلا نحن في صلاة في الصلاة عندما نقرأ الفاتحة: إياك نعبد وليس إياك أعبد، إياك نعبد وإياك نستعين بصيغة الجماعة، اهدنا بصيغة الجماعة، ما قال اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان المؤمن لا بد أن يكون مع الجماعة، مع الجماعة المؤمنة الصالحة. لماذا؟ لأنه عندما يكون في الجماعة يكون في حرز من الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لكن الإنسان عندما يكون في جماعة يكون أقوى وأفضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الخسارة لكل إنسان إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، منفرد، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التواصي لا يكون الإنسان منفردا، وإنما لا بد أن يكون في جماعة. والله سبحانه وتعالى أخيرا يقول:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على الصلاة في جماعة، وكانوا يعلمون أن من يتخلف عنها فيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله، حتى أن الرجل منهم يعني مع ضعفه يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن تقام الصلاة ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة في جماعة فيحرق عليهم بيوتهم. وعندما جاء ابن أم مكتوم وهو رجل كفيف أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يستطيع أن يحضر إلى صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: أتسمع النداء؟ تسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: فعليك أن تجب النداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأجب، لا يوجد لك رخصة. فالإنسان لا بد أن يجتهد في سبيل حضور صلاة الجماعة والمحافظة عليها، والإنسان دائما يأخذ في دينه الأحوط من الأقوال. بارك الله فيكم، وأسعد الله مساءكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم.